بحكم خبرتي الحمد لله في مجال الربح من الانترنت واللي بعتبرها خبرة بسيطة لاني دايما بحب اتعلم اكتر واكتر، كنت بلاحظ ان اكتر التعليقات وتفكير الناس في مجال الربح من الانترنت ان احنا بنكون محتاجين اثبات على الارباح اللي احنا بنحققها او الشروحات اللي انتوا بتقدموها كمنشئين محتوى. وعلشان كده لما باجي اقدم لحضراتكم فيديو ايا كان محتوى الفيديو سواء كان ربح مجاني او حتى عن التداول في باينانس كنت باكد على الاثباتات وبوري الناس الحقيقة وبخليهم يتاكدوا بنفسهم مش مني لا بنفسهم من الارباح اللي هم يقدروا يعملوها، وده بفضل الله سبحانه وتعالى مش بفضل حد تاني. وبما اني بقالي فتره كبيره بتكلم عن التداول على منصه باينانس وشرحت قبل كده فيديو ايه هي افضل طرق التداول على منصه باينانس سواء عن طريق التوصيات او نسخ التداول او الابوات او حتى انت تخش تشتري بشكل عشوائي، كان اكتر الاراء واللي انا طرحتها عليكم في الفيديو هي التوصيات. ناس كتير بتخش على جروبات تليجرام بتاخد توصيات مجانيه، بتدفع اشتراكات في جروبات تليجرام، في منهم اللي بيكون كويس وفي منهم اللي بيكون وحش، ولكن كلهم متفقين على حاجه واحده ان التداول ربح وخساره، خصوصا ان هو تداول حلال. عشان كده الحمد لله انا عمري ما قدمت ولا هقدم تداول على القناه الا وهو تداول حلال زي التجاره، مكسب وخساره، بتشتري الحاجه وبتبيعها وقت ما انت بتكون عايز. وعلشان باكد على حضراتكم ان التوصيات من افضل الامور اللي تساعدك على تحقيق ربح، خصوصا لو انت كنت مبتدئ وما عندكش الخبره الكافيه انك تحلل السوق، ويجي حد هو اللي يديك التوصيه يقول لك اشتري هنا وبيع هنا علشان تحقق ارباح من التداول الفوري الحلال. وعلشان انا جاي النهارده اوريك اثباتات جديده على الارباح اللي انت ممكن تحققها من التداول، وعلشان جاي النهارده اقدم لك جوده وقيمه وسعر مش هتلاقيه في اي مكان تاني، لا في موقع ولا في جروب تليجرام ولا عند افضل المحللين في سوق التداول الفوري، واتحدى اي حد يجيب لي جوده وسعر زي اللي انا هقدمها لك النهارده في التداول. النهارده وبشكل بسيط انا جاي اقول لكل شخص مبتدئ هو ده الطريق الصحيح اللي انت تبدا فيه للربح من التداول، فاللي انا عايزه منك انك تتابع معايا واحده واحده وتتاكد بنفسك. انا هخليك تتاكد بنفسك مش من حد تاني، هل الكلام ده حقيقي؟ هل الكلام ده صح؟ هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ ما تخليش حد يضحك عليك لا انا ولا غيري، اي كلمه انا بقولها دور ورايا وتاكد منها وشوف بنفسك مره واثنين وثلاثه. كمان عايز اقول لحضرتك ان انت لما تشترك معايا النهارده في جروب مخصص بعلم فيه حضرتك التداول، بجاوب على اسئلتك 24 ساعه مفتوح الجروب، في ورش عمل بتعلمك ازاي تشتغل على التوصيات، اي سؤال بتلاقيه سواء انا هجاوبك عليه او زمايلنا، يعني سبحان الله ربنا كاتب ان الجروب ده ما يدخلوش الا الناس اللي بتحب تفيد بعض، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، اي حد موجود في الجروب ده فهو يستحق ان هو يكون موجود في الجروب ده، بيساعد زمايله بيرد على اسئلتهم، يعني انا مش عايز اقول اسامي عشان انسى حد، لكن كلهم الحمد لله والله بفضل الله ناس محترمه جدا 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 جدا، وفي منهم اللي انا شخصيا بستفاد منهم، فان شاء الله يكون ليك نصيب وتشتغل معانا في التداول. انا مش هقول لك السعر كام دلوقتي لانك انت هتتفاجئ باللي انا هقوله لك، لا 50 دولار في الشهر ولا 100 دولار في الشهر ولا 70 دولار في الشهر ولا 20 دولار في الشهر، هقول لك حاجات انت مش هتصدقها، ده غير الجوده والضمان والامان كمان. انا مش جاي اقول لك موقع تدفع له فلوس وهو يشغل لك فلوسك، مش جاي اقول لك قناه تليجرام تبعت لهم فلوس وهم يبعتوا لك الارباح، لا انا جاي اقول لك اشتغل بنفسك وتعلم واكسب بنفسك من التداول بقيمه وجوده وسعر تنافسي. فعشان ما نطولش عليكم انا جاي اقول لك النهارده او اشرح لك النهارده سمارت تريد بوت. سمارت تريد بوت هو موقع بيقدم لك ادوات للتداول، بيديك توصيات بتلات انواع مختلفة، توصيات سريعة اللي هي سكالبنج، وتوصيات استثمارية متوسطة المدى، وتوصيات استثمارية طويلة المدى، بتحقق لك ارباح تصل الى 200 و300%، وهتشوف ده بنفسك واحنا بنشرح، زي ما قلت لك هخليك تتأكد بنفسك، وبتقدم لك برضو ابوات تداول، ولو انت لسه بتبدأ انا عايزك تركز معايا على التوصيات، لما بقى تعوز تسأل في الابوات ابقى اسألني في الجروب وان شاء الله هرد عليك، لكن انا النهاردة جاي اركز معاك على التوصيات. فتعالوا نشوف الاثباتات الاول قبل ما نروح للشرح، وبعد كده نشوف سمارت تريد بوت وازاي هشترك وكمان اخش التوصيه. انا هشرح لك كل الامور ان شاء الله في فيديو النهارده، يلا بينا عشان ما اطولش عليكم. اهلا بيكم يا شباب. اول حاجه احب اوريها لك وهي قناه سمارت تريد بوت على التليجرام. ليهم قناه على التليجرام؟ مش بيقول لك ادفع لنا فلوس ولا حاجه، لا ده بيعرف حضرتك وبيوريك من فتره للتانيه النتائج بتاعتهم عامله ازاي ونسب الارباح اللي انت ممكن تحققها من خلال توصيات سمارت تريد بوت، وطبعا ده الجروب بتاعنا، وباكد على حضراتكم انا مش بتواصل على خاص مع حد. نشوف كده يا شباب بعض التوصيات والنتائج اللي قدرت تحققها توصيات سمارت تريد بوت. توصيه عمله اي بي تي للهدف الثاني 13%، ادي الصوره يا شباب بس عشان مش واضحه عشان الكلام، 13% حضرتك التوصيه دي قدرت تحققها من نقطة الدخول لحد الهدف الثاني، طبعا التوصية بيكون ليها ثلاث أهداف، فتخيل أنت لو كنت دخلت التوصية دي ب 100 دولار كنت أنت حققت 13 دولار مكسب من توصية واحدة فقط.
خلي بالك انت ممكن تخش التوصيه ب$10، لكن طبعا احنا بنرشح انك تدخل التوصيه بمبلغ كبير عشان ربحك يكون كبير. قدر التوصيه واحده تحقق لك 13% ربح. يعني التوصيات السريعه في سمارت تريد بوت بتعادل توصيات وبتعادل هدف ثالث في منصات تانية ومش بنفس الجوده. نفتح كده توصيه عمله افاكس. ادي توصيه لحد النقطه 26، يعني بعد الهدف الثاني كمان قدرت تحقق لك نسبه ارباح 15%، يعني $15 لو انت حسبت التوصيه الواحده ب $100 قدرت تكسبك 15%. طبعا انا بعرض لك الصوره دي والصوره دي ليه؟ اللي هم حاطينها على القناه عشان حضرتك تاخد نقاط التوصيه وتخش بنفسك على الشرط في باينانس وتشوف هل فعلا العمله دي وصلت للنقطه دي ولا لا، وهل التوصيه حققت الارباح دي ولا لا. نبص على عمله ثانيه، عمله السولانه، قدرت تعمل لك ارباح حوالي 9% من نقطه الدخول لحد الهدف الثاني، وعدت كمان الهدف الثاني لحد ما وصلت سعر 139 وكان النقطه الثانيه 134 زي ما انتم شايفين الشرط وشايفين الارباح اللي حققتها التوصيه. نشوف عمله كمان يا شباب حققت ربح بنسبه 3%. طبعا زي ما انتم شايفين الثقه او المصداقيه اللي بتقدمها سمارت تريد بوت، ما جابتلكش مثلا ان احنا عملنا توصيه من هنا من تحت، لا احنا عملنا لك التوصيه من هنا، عملنا لك ارباح بنسبه 3.5% عند الهدف الاول. يعني بيقول لك احنا بنعمل ارباح عند الهدف الاول، عند الثاني، عند الثالث، ممكن توصيه تضرب ستوب لوز لا قدر الله، زي ما قلت لك كده التداول ربح وخساره. فالناس دي بيقدموا الحقيقه مش بيفبركوا نتائج. نيجي بقى للتوصيه الاستثماريه دي يا شباب، عمله الاس يو اي. طبعا اللي دخل على منصه باينانس اليومين اللي فاتوا او الفتره اللي فاتت شاف عمله الاس يو اي عملت ارباح قد ايه. بص بقى العمله دي او التوصيه دي بتاريخ كام، عشان بيقول لك اصل التوصيات دي تاريخها قديم. لا، العبره مش بتاريخ التوصيه، العبره بنقاط التوصيه. التوصيات اللي تاريخها جديد وبتتحدث دايما هي التوصيات السريعه السكالبنج، اما التوصيات الاستثماريه فممكن تلاقي توصيات من 2022 لانها توصيات استثماريه طويله المدى وقصيره او متوسطه المدى. دي توصيه نازله من يوم 6/3 واشتغلت مرتين مش مره واحده، بيقول لك اشتري من عند 61 سنت وبيع عند $1.53. هل التوصيه دي قدرت تحقق ارباحها؟ انت لو دخلت على منصه باينانس دلوقتي شفت سعر التوصيه كان كام وبقى كام، هتعرف ان هي حققت الارباح دي وحققت النتائج دي. وادي الشرط بتاع التوصيه. التوصيه هي يا شباب من نقطه الدخول لحد الهدف اللي هو حققه 157%. يعني لو انت معاك $100 بس، فال $100 دول بقوا $250 في توصيه واحده من توصيات سمارت تريد بوت الاستثماريه متوسطه المدى كمان مش طويله المدى، لان التوصيه دي وصلت لهدفها في خلال شهر ونص. كانت العمله ب 61 سنت من شهر ونص، وصلت لهدفها في خلال شهر ونص فقط. يعني $100 خليتهم 250، لو انت معاك $1000 بقوا $2500 في خلال شهر ونص فقط من توصيه واحده من توصيات سمارت تريد بوت. دي النتائج ودي الدلائل اللي انا جاي اوريها لك النهارده من جوده توصيات سمارت تريد بوت. تعالوا بقى نخش للموقع وطريقه التسجيل، واقول لك كمان على الخصم اللي انت هتاخده فوق سعر التوصيه او اسف فوق الباقه. وعايز اقول لك كمان ان ليهم تطبيق على جوجل بلاي عشان يبعت لك اشعارات بالتوصيات، بتجي لك اشعارات ان في توصيه نزلت، ادخل اشتريها بسرعه من خلال جوجل بلاي. نخش بقى على الموقع وطريقه التسجيل. طبعا انا حبيت اشرح النهارده من الموقع عشان اعرض لكم شكل التوصيه وازاي تدخلوا على التوصية. اهلا بيكم يا شباب، طبعا هكون سايب لكم رابط الموقع ورابط التطبيق مباشرة في وصف الفيديو، يا اما تحمل التطبيق من جوجل بلاي يا اما تسجل من الموقع لو انت عايز تشتغل على الكمبيوتر. في الحالتين الطريقه واحده، هتكتب الايميل بتاعك، هتكتب اليوزر نيم، هتكتب الباسورد مرتين يكون باسورد قوي، والانفيتيشن كود ده مهم جدا، لان حضرتك لما بتدخل الانفيتيشن كود ده بتاخد $15 خصم، وهقول لك هتستخدمهم في ايه. حضرتك بتعمل هنا انتر انفيتيشن كود، بتكتب كود الدعوه اللي هو من خلالي ابو ملك، هكتبه قدامكم اهو عشان الناس تركز اهو، ابو ملك ده كود الدعوه اللي حضرتك لازم تكتبه علشان تاخد خصم $15. مش هتاخد الخصم ده الا لما تكتب كود الدعوه وهو ابو ملك، وهقول لك هتستفاد بيه ايه جوه وازاي هتقدر تاخد الجوده اللي انا قدمتها لك بالقيمه دي بسعر قليل جدا جدا جدا. وخلي بالك ده الفتره محدوده، ونصيحه مني يا تلحق يا ما تلحقش. ممتاز جدا، انا كده خلاص سجلت دخول على الموقع بعد ما قدمت الحساب بتاعي او بعد ما سجلت الحساب بتاعي. زي ما انتم شايفين كده اول حاجه ظهرت قدامي داونلود ناو، يعني بيوجهك انك انت تقدم او تحمل التطبيق على جوجل بلاي. لسه التطبيق مش موجود على الايفون ولكن موجود على جوجل بلاي، يجي لك اشعارات. وخلي بالك الناس اللي معاها ايفون، احنا شخصيا في الجروب الخاص بنساعد لما توصيه بتنزل بنبلغ ان في توصيه نزلت، يعني كلها حلول. مش هتلاقي فرصه تقول انا مش عارف اشتغل على التوصيات او مفيش حاجه بتجيلي عشان ادخل التوصيه، لا هتعرف ان في توصيه وهتدخل تشتريها وهتكسب باذن الله. نقفل كده ونشوف الجائزه الثانيه وهي ال $15 ان انا قلت لك عليهم لما دخلت اليوزر نيم. نقفل بقى كده ونقفل مره ثانيه وننزل تحت ونبص على حاجه ظهرت معانا. ايه اللي ظهر معانا؟ $5. $5 لما انت دخلت اليوزر نيم
نيم ابو ملك. تاكد تماما لو انت ما دخلتش اليوزر نيم مش هتظهر معاك الخمسة دولار دي. طب يا ابو ملك انت قلت 10، فين العشرة التانية؟ دول خمسة بس مش 15. تعال اقول لك العشرة التانية هتلاقيهم فين. بس الاول خليني اعرفك ان انت مش هيظهر معاك حاجه في الموقع غير ثلاث حاجات: الصفحه الرئيسيه والاس تي او للديبوزيت عشان تدفع الاشتراك، والباقات اللي موجوده على الموقع. نروح للاول للباقات. وزي ما انتم شايفين باقه ال 80 دولار، باقه ال 150، باقه ال 300، وباقه ال 40. عايز اقول لحضرتك ان الاسعار اللي موجوده على الباقات دي مش اسعار حقيقيه، ان في خصم كمان وهو 10 دولار. يعني ايه؟ يعني انت تعتبر ان باقه ال 80 دي مكتوب عليها 70، وباقه ال 150 مكتوب عليها 140، وباقه ال 300 مكتوب عليها 290، وباقه ال 40 مكتوب عليها 30. مكتوب عليها كام دي بقى اللي انا عايزك تركز عليها لو انت لسه في البدايه؟ باقه ال 40 دولار مكتوب عليها 30، ولكن انت تقدر تفعلها ب 25 دولار بس. طب ازاي؟ انت معاك 5 دولار خدتها، احنا اتفقنا ان في 5 دولار اللي هي دي يا شباب، اهي نقفل كده وننزل تحت، ادي ال 5 دولار، يبقى انت كده معاك 5 دولار. نخش على الباقات، وزي ما انتم شايفين مكتوب عليها 40، لكن هي ب 30 لانك انت خدت 10 دولار كمان خصم. فانت عشان تفعل الباقه دي لازم يكون موجود معاك في الموقع 30، انت معاك 5، يبقى انت محتاج تدفع للموقع اشتراك 25 دولار. طب يا ترى ال 25 دولار لمده قد ايه؟ لمده شهر؟ لمده شهرين؟ لا، لمدة 3 شهور. 3 شهور اشتراك مقابل 25 دولار، يعني اقل من 10 دولار في الشهر عشان حضرتك تاخد توصيات بالقيمة وبالجودة اللي انت شفتها. هتلاقي حد بيقدم الجودة دي بالسعر ده؟ مش هتلاقي. ولو لقيت تعالى قولي ونقدمه للناس، انا المهم عندي افيد الناس ايا كان مصدر الافادة ايه. فمش هتلاقي السعر ده والجودة دي. بس في نقطة مهمة عايز اقولك عليها قريبا جدا، ودي اخر حاجة سمعتها من الدعم، ان في تغيير في اسعار الباقات، وممكن الباقات دي تغلى. يعني ممكن ترجع تاني تبقى ب 40 دولار. اي نعم مش هتبقى غاليه برضو لمده 3 شهور لو 40 دولار، بس قلت انت تستفيد بدل ما تدفع 40 دولار ولا 50 دولار تدفع 25 بس ال 3 شهور، يبقى انا وفرت عليك. لسه ما تحددش امتى هيغيروا الاسعار، لكن اللي انا عرفته من الدعم انهم احتمال يغيروا الاسعار. فانت الحق علشان تستفيد بالخصم اللي موجود ده، انك هتفعل الباقه ب 25 دولار فقط. طيب انا فعل الباقه دي ازاي يا ابو ملك؟ هقول لك تعمل ازاي. هتيجي كده عند الاس تي وولت وتدوس على كلمه ديبوزيت. حلو، هتلاقي عندك اهو ال 5 دولار اللي احنا اتفقنا عليهم. ننزل لتحت كده وهتلاقي رابط محفظه، محفظه يو اس دي تي على شبكه التي ار سي 20. بتاخد كود المحفظه كده كوبي وتبدا تعمل لها سحب من حسابك، من محفظه. تروح على منصه باينانس تعمل لها سحب بقيمه كام؟ 25 دولار. يعني انت هتسحب من باينانس هتسحب 26 علشان يوصل 25 على منصه سمارت تريد. هل بمجرد الايداع الرصيد بتاعك بيسمع؟ لا، في خطوه لازم تعملها والناس تخلي بالها منها. هتدوس على كلمه نيكست، بعد كده هيظهر قدامك مربع مكتوب فيه التي اكس اي دي، وهو المعرف اللي انت بتاخده من المعامله وبتحطه هنا عشان نتاكد ان الحساب ده هو اللي دفع ال 25 دولار. هتجيب المعرف ده منين؟ بص هندوس على الصوره دي كده، هيظهر قدامنا مثال للمعاملات اللي بتتم على منصه باينانس. لما بتيجي تعمل سحب بتلاقي حاجه اسمها التي اكس اي دي، بتدوس على كلمه نسخ دي، بتاخد التي اكس اي دي ده وبتيجي تحطه هنا وتاكد انك مفيش حاجه مكتوبه هنا ولا في اي مسافات، وبتدوس على تاكيد، بياكد معاك المبلغ ومباشره بيظهر معاك هنا، والمحفظه دي بتبقى 30 دولار. بيبقى مكتوب كام؟ 30 دولار. طب انت لو ما دخلتش اليوزر نيم هتلاقي اللي مكتوب هنا 25 بس، يبقى ما تدورش على الخمسه الثانيه، لازم تعمل ايداع بخمسه. فتاكد ان انت مدخل اليوزر نيم بتاعنا ابو ملك عشان تاخد ال 5 دولار دي وال 10 دولار الخصم على اسعار الباقه. خلاص عملنا ايداع، بقينا معانا 30 دولار هنا. نروح للباكج وندوس على ابجريد. اول لما هدوس لو معايا ال 30 دولار هيفعل معايا الباقه ويبدا يظهر لي بقيه الامور اللي انت هتشوفها معايا دلوقتي. هخش على حسابي الخاص واوريك ايه اللي المفروض بيظهر لك. لكن لو انا دوست دلوقتي هيقول لي تاكد من الرصيد، اهو مفيش رصيد وحولني للايداع. تمام يا شباب؟ تمام. هروح بقى انا لحسابي واوريك الفرق ما بين الحساب المفعل والحساب اللي مش مفعل. ممتاز جدا يا شباب، انا كده دخلت على حسابي الشخصي، وزي ما انتم شايفين ظهرت حاجات جديده: ماي بوتس، انفايت فريند، الاس تي وولت، والباكج، والاي بي اي، والتوصيات. نخش كده على التوصيات. هتلاقيها فين؟ هتلاقيها هنا في المور، تنزل على ريكومنديشن، هتلاقي ثلاث انواع: السكالبنج، الميديم تير، واللونج تير. وهنا طبعا الباقات ودعوه الاصدقاء لو انت حابب تدعو اصدقائك للمنصه، والاس تي وولت عشان تعمل ايداع في المنصه. انا زي ما قلت لك بنركز على باقه التوصيات الريكومنديشن، ننزل عليها كده وندوس على السكالبنج. اوريك جوده التوصيات. زي ما انتم شايفين اخر توصيات من وقت ما انا بصور الفيديو، انا بصور الفيديو يوم 29، التوصيه اللي نزلت يوم 28، يوم كام؟
الاسلام يوم 28. قبل ما اكمل بس معاكم في نقطه معينه كده بتزعلني من بعض الاشخاص، تقول لك انا اشتركت في سمارت تريد بوت ومفيش توصيات بتنزل، اخر توصيه نزلت من 3 ايام، انتوا بتضحكوا علينا ولا ايه؟ لا مش بنضحك عليك ولا حاجه، بس عايز افهمك ان التوصيات دي هدفها انك تكسب، صح؟ والتوصيات دي وزي ما احنا قلنا ان هي زي التجاره، انت لما بتيجي تتاجر في حاجه بتشتريها رخيصه وبتبيعها غاليه، صح؟ عشان تكسب. طب لو ما بعتهاش غاليه بتخليها عندك لحد ما تغلى، صح؟ بالظبط، هو ده المقصد من التوصيات، ان انت تشتريها لما يكون سعرها رخيص وتبيعها لما سعرها يعلى. اذا ما ينفعش انزل لك توصيه الا لو في حركه في السوق وفي صعود في السوق يخليني انزل لك توصيه. مش معقوله تكون العملات عماله تهبط في الاسعار وانا انزل لك توصيه اقول لك اشتري من فوق وبيع تحت عشان تخسر. لا، انا من مصلحتي ان انا انزل لك توصيه تكسبك. انا طبعا بتكلم على الخبير اللي موجود في سمارت تريد بوت اللي بينزل لك التوصيات، هدف ان هو يكسبك عشان انت تفضل مستمر معاه. يبقى لما يعدي يوم واثنين وثلاثه مفيش توصيات، يبقى الراجل ده خايف عليك مش بيضحك عليك، خايف عليك عشان عايزك تكسب، مستني لما تيجي فرصه كويسه وعمله كويسه فيها السيوله يقول لك خش اشتري واكسب. يبقى ارجوكم نحاول نفهم الموضوع صح، التوصيات هدفها تكسب، انت مش في موقع استثماري، مش بيقول لك هات فلوس اشغلها لك، انت فلوسك بتكون معاك، انت مش بتحط فلوس في سمارت تريد غير سعر الاشتراك فقط، انت بتاخد التوصيه وبتروح تشتريها من على منصه باينانس، وهوريك ازاي دلوقتي، هعرفك ازاي تقرا التوصيه وازاي تروح تشتريها كمان من منصه باينانس بتجربه عمليه. دي مثلا توصيه، اسم العمله اهو كي اي واي يو اس دي تي، طبعا ده زوج التداول، بيقول لك هنا بوينت 1 بوينت 2 بوينت 3 ستوب لوز ستارت برايس واند برايس. نبدا بالستارت برايس والاند برايس. ايه هما الستارت برايس والاند برايس؟ سعر الدخول هو ما بين السعر ده والسعر ده. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تدخل العمله وتدخل التوصيه تتاكد ان سعر العمله ما بين النقطتين دول، ما بين النقطه دي والنقطه دي، طالما العمله موجوده في السعر ده او في النطاق ده خش واشتري العمله كده، هي في سعر الدخول. طيب ابيع فين؟ تبيع عند الهدف الاول، تبيع عند الهدف الثاني، تبيع عند الهدف الثالث، انت حر. لكن انا برشح لك ان انت لسه مبتدئ التزم بالهدف الاول لحد ما تاخد خبره وتبدا تقسم التوصيه، بيع هنا جزء وهنا جزء، انت لسه بتبدا. يبقى انصحك ان انت تبيع عند الهدف الاول، اطلع ب 3% 4% 5%، ساعات على فكره بيوصل الهدف الاول في سمارت تريد ل 6%، وده شيء كويس جدا جدا. في ناس تانية الهدف الثالث بيبقى 7%، لكن سمارت تريد بوت بيوصل الهدف الثاني زي ما انت شفته ل 12 و13 و15. عندك بقى الستوب لوز. ايه الستوب لوز ده؟ زي ما قلنا ان تداول ربح وخساره، فوارد ان التوصيه تنزل للستوب لوز وتبقى في خساره. فهنا الخبير بيقول لك لو العمله نزلت عند السعر ده بيع، وقف خسارتك لحد كده، ما تزودش خسارتك، بيع عند النقطه دي علشان تخرج من التوصيه. خلاص التوصيه دي ما توفقناش فيها، يبقى نخرج عند النقطه دي. يبقى انا بشتري فين؟ بشتري ما بين اسعار الدخول الستارت والاند برايس، وببيع عند الهدف الاول او التاني او التالت، وزي ما قلت لك تبيع عند الهدف الاول عشان تتعلم. نيجي نطبق التوصيه دي كمثال عملي، نروح كده على منصه باينانس ونبدا نبحث هنا عن اسم العمله اللي هي الكي اي واي. ظهر معايا العمله اهو يا شباب، حلو قوي. انا دلوقتي عايز اشتري العمله دي، لما ببص على الشارت بشوف العمله هل هي في سعر الدخول ولا لا، هل هي حققت هدف ولا لا. ببدا ابص على سعر العمله اهو، سعر العمله في سعر الدخول، يبقى العمله كده متاحه والتوصيه متاحه ان انا اشتريها. بعمل ايه؟ بقوم نازل لتحت كده وبحدد بقى انا هشتري بكام، بجيب سعر السوق لان انا هشتري بالسعر الحالي اللي هي موجوده حاليا في السعر ده، بجيب سعر السوق وببدا مثلا اكتب 25 دولار، يبقى انا عايز اشتري التوصيه دي او العمله دي ب 25 دولار، وبدوس على كلمه شراء، مباشره بتدخل في الحساب بتاعي، يبقى انا كده اشتريت العمله واصبحت بتاعتي وامتلكتها. لما باجي ابيع بقى بقوم رايح عند البيع الحدي وبحدد السعر اللي انا عايز ابيع عنده، بشوف السعر اللي انا عايز ابيع عنده اللي هو السعر ده، بجيبه كده كوبي وبروح لسمارت تريد او اسف بروح لباي وبحط سعر العمله وبحدد ان انا عايز ابيع كل الكميه اللي معايا وبدوس على بيع عشان يبيع لي العمله. يبقى انا كده عرفت اشتري العمله ازاي وعرفت ابيع العمله ازاي عند الهدف الاول. بنفس الكلام يا شباب تطبقوا على باقي التوصيات، نفس الكلام، شوف التوصيات بتقول لك ايه، نقطه الدخول والستوب لوز والهدف الاول، كل حاجه واحده. اما المختلف يا شباب هي التوصيات الميديم تيرم واللونج تيرم. طبعا يا شباب انا بحثت بس دلوقتي على التوصيات المتوسطه عن الاس يو اي لانها خلاص وصلت للهدف بتاعها، فاصبحت التوصيه غير صالحه للدخول ملهاش نقط. فانا مش هينفع اعرض لك كل التوصيات اللي موجوده، لان التوصيات اللي موجوده مش بس يدفع فيها 25 دولار، لا والله والله العظيم يدفع فيها 2500 دولار، قيمتها كبيره جدا جدا جدا. واللي مش عايز يصدق ما يصدقش، انا بقول الحقيقه وبقول اللي انا شايفه وبقول اللي انا جربته. عشان كده عرضت لك توصيه مش مهم انها ان انت تشوفها دلوقتي. التوصيات المتوسطه مش بيكون فيها الستوب لوز، بيكون فيها ثلاث نقط بس، يعني مش موجود فيها سعر خروج، لا لانك مش بتخرج منها الا وانت محقق ارباح، خش وانت مغمض. في التوصيات السريعه بنشتري عند ستارت برايس واند برايس او ما بينهم، لكن في التوصيات المتوسطه او الطويله بتشتري عند النقطه 1 وبتبيع عند النقطه 2، او بتشتري عند النقطه 2 وبتبيع عند النقطه 3، لان دي نقاط دعم قويه و
والتوصيات دي بتتتبع حركة الحيتان في السوق، مش زي التوصيات السريعة. لا، يبقى التوصيات المتوسطة والطويلة خشها وانت مغمض طالما العملة في سعر الدخول. طب ادخل فين واخرج فين؟ يا اما ادخل عند النقطة واحد وبيع عند النقطة اتنين، او ادخل عند النقطة اتنين وبيع عند النقطة تلاتة. هي دي الطريقة اللي تدخل بيها التوصيات المتوسطة والطويلة. بنفس الحاجة بتروح عند سمارت تريد، اسف بتروح عند باينانس، بتجيب اسم العملة، بتحدد السعر اللي انت هتخش بيه وبتبدأ تشتري، وبعد كده تحدد سعر البيع عند نقطة الهدف التاني لو انت اشتريت في واحد، او لو انت اشتريت في اتنين بتبيع عند الهدف التالت، وهكذا. ده بالنسبه للتوصيات الطويله والتوصيات السريعه. اما بقى عندنا تاني في سمارت تريد بوت عندنا حاجه اسمها الابوات والتداول الالي، ودي ان شاء الله هسيب لكم الفيديو بتاعها في وصف الفيديو عشان ما اطولش عليكم. انا حبيت النهارده اركز معاكم وافيدكم من خلال التوصيات السكالبنج. الباقه دي يا شباب باقه ال40 اللي هي حاليا ب $25، وخلي بالكم زي ما قلت لكم ممكن الاسعار تتغير، فانت الحق الفرصه، اكتب اليوزر نيم عشان تاخد $5، واعمل ايداع صافي ب $25، وفعل باقه ال40 اللي هي حاليا ب $25. عندك اي استفسار سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.